روبير غانم ابن قائد الجيش اسكندر غانم عايش خارج لبنان 15 سنة، ولكن بعد عودته تمكن من أن يكون نائب لمدة 22 سنة من دون انقطاع، وأصبح أقدم نائب مارونة منذ الطائف. فببلد صار شايف 2 قادة جيش كرؤساء للجمهورية، هل ممكن يكون ابن قائد جيش هو التالي؟ حياة روبير غانم السياسية بدأت عام 1962 كأمين سر لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان اللبناني، وبهالفترة كان عم بتابع دراسته الجامعية بمعهد الحقوق بجامعة القديس يوسف. وبعد انتخابه كنائب لأول مرة عام 1992 عين وزير للتربية الوطنية وللشباب والرياضة بحكومة الرئيس رفيق الحريري بين أيار 95 وتشرين الثاني 96، وطرح بوقت رئيس الحكومة رفيق الحريري اسم روبير غانم كمرشح لرئاسة الجمهورية بحالة عثر مسعد تمديد للهراوي اللي كان يحتل الأولوية بين مرشحي الحريري للرئاسة، ولكن مش التمديد. ومع اقتراب نهاية عهد الرئيس الهراوي تردد اسم غانم مرة أخرى قبل ما ينزل الوحي السوري على النواب اللبنانيين، ففاز العماد أمين لحود ب 118 صوت من أصل 118 نائب حضره. باستحقاق 2007 كان سعادة النائب ممكن يصير صاحب الفخامة، فكان المرشح غير المعلن للرئيس كتلة المستقبل، ويقال أن روبير غانم لعبة ذكية وابتعد عن الضوء حتى يطمن حزب الله، ولكن عدة عوامل عطلت إمكانية الإجماع على روبير غانم بعد ما وصلت اللقمة عبتم، ولكن بقي بمجلس النواب واليوم هو رئيس لجنة الإدارة والعدل. قصة روبير غانم مع الرئاسة الأولى قصة حب من طرف واحد، ولكن هو سياسة إجرية على الأرض، واقعة غير صدامة، معتدل ومؤمن بالعيش المشترك. وإذا هيدي المواصفات المطلوبة لرئيس 2014 فكل شيء وارد.